أهلا، قد جئتم مباركين ومهنئين المرأة بعيدها، عيد الثامن من آذار، عيد المرأة الحرة الذي يأتي كل عام لينثر ضياءه من جديد مستبشرا بإنجازات وتضحيات المرأة الحرة. والآن ندعو جميع الرفيقات والرفاق للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. أقدم وأتقدم بأحر التهاني لجميع نساء شمال وشرق سوريا بشكل خاص، ولجميع نساء العالم بشكل عام، ولرفيقاتنا المقاتلات الآن على الجبهات الأمامية يدافعن عن أرضهم وشعبهم ووطنهم. وأقدم وأتقدم بأحر التهاني لجميع احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. كما ترون اليوم كافة نساء شمال وشرق سوريا تحتفل في منطقة دير الزور. تخلل الاحتفال ليس نساء فقط من منطقة دير الزور، إنما نساء من الرقة، من الطبقة، من منبج، من دير الزور. كافة النساء يحتفلون ويتبادلون الأغاني سواء عربية، كردية، تركسية، أرمنية، تأكيدا على أخوة الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا. وبهذه المناسبة أحب أن أوجه بطاقة تهنئة لكافة نساء شمال وشرق سوريا ولكافة نساء سوريا، وبالنخص بالذكر نساء المناطق المحتلة في الشمال السوري، ونعاهدهم بأننا سوف نرجع البهجة والسرور لمناطقهم.